إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مسجد عائشة محمد الصقر. بني هذا السرح المبارك في مدينة بتوكي بباكستان، وقد تم افتتاحه في 25/04/1438 هجريا الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا، حيث يعتبر هذا المسجد من أهم المراكز الإسلامية في هذه المنطقة. يقع هذا المسجد على مساحة إجمالية تقدر 150 متر مربع. يحتوي هذا المسجد على جامع يسع ب200 مصليا تقام فيه صلوات المفروضة وصلاة الجمعة وكذلك الدروس الدينية. وكذلك يحتوي مسجد على بئر ومواضي ودورات المياه. وكذلك يحتوي مسجد على غرفة لتحفيظ القرآن الكريم. وقد جاء بناء هذا المسجد في وقت كانت المنطقة بأمس الحاجة إليه لنشر الدين الصحيح ونبذ الشرك والبدع والخرافات، حيث يستفيد منه ما لم يقل عن 150 بيوت في هذه المنطقة والقرى المجاورة لها. وقد لاقى هذا المسجد قبولا بين أهل هذه المنطقة واستبشروا منه خيرا، وبدأوا يدعون ممن بني لها هذا المسجد برحمة وغفران. نسأل الله تعالى أن يتقبل ممن كان سببا في بناء هذا المشروع المبارك، وأن يجزيهم خيرا، وأن يجازيهم ببيت في الجنة، وأن يخلف عليهم خيرا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.